نجحت هيئة تنشيط السياحة في تنفيذ أول فيلم تسجيلي مصري فرنسي للترويج للسياحة المصرية بالتعاون بين المركز الثقافي للتراث العربي بفرنسا ووزارة السياحة المصرية. وقالت رئيس قطاع السياحة الداخلية بهيئة تنشيط السياحة عزة خليل إن الفيلم التسجيلي تم تصويره في معبد فيله بأسوان، لافتة إلى أنه يعد نافذة قوية للترويج للسياحة المصرية في السوق الفرنسية وفي الدول الناطقة بالفرنسية، بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية المختلفة.